انا عبد العاطي العوصه مولد 1978. كنت كنقرا في المدرسه ديال الالكترونيك، ومن تما امتهنت المهنه ديال الالكترونيك، ودخلت لي الفكره بانني باش نزيد نطور هوايات اخرى. بديت كندخل شي حاجه تقليديه في الالكترونيك، بحال قلتي الكترو تقليدي، وتولدت عندنا حنا حرفيين، حنا شي اصدقاء، باش نديروا شي فكره، شي معلمه للسماره. فكرنا في اكبر ساعه اللي هي صوبناها دابا، ها هي، وكنتسناو من المسؤولين باش تخرج للوجود، تعلق في شي مكان مناسب. بالنسبه لهذه الهوايه هذه، انا في اوقات الفراغ كنكون ما كندير، كنمشي نقرا حتي في هذه المسائل، كنصوبهم وكنبداهم. وكاين شي مسائل كتساعدني فيهم الزوجه ديالي كتصوب شي بعض الديكورات، وكنزيد ندخل عليهم بعض الالكترونيات بحال هذيك المرايه اللي شفتو، كتشعل اوتوماتيكيا مع الوقوف ديال بنادم قدامها، وهذاك الديكورات الصغار، وهذا الفيزان، وهذا كنزيدهم بعض الاضواء وبعض المسائل، وهاد الطابله اللي صوبناها من بعد المتلاشيات اللي كتلعب من دوك الاخشاب ديال المكنسات، صوبناها من هذوك الاخشاب باش كنوظفوا هذيك المهملات، وهذا في مسائل بسيطه كتعطينا شي حويجات وشي ديكورات اللي كيزيدوا التزيين ديال البيت وديال الدار. هذا هو النموذج، هذا نموذج مصغر للساعه، منه هذا كنعرفوا نضبطوا هذيك الساعه على التوقيت اللي بغينا. هاد المحرك وهاد الارقام كيعتبروا هو نموذج مصغر ديال الساعه اللي عندنا، اللي هي كتعطينا الساعه التوقيت. من هنايا كيتم الضبط ديال هاد الساعه الصغيره، كتتم تتحكم في هذيك الساعه الكبيره باش كنضبطوها. وهاد النموذج المصغر كيعطي واحد الرساله لهاد المركبات الكهربائيه هنايا، اللي بدورهم كيعطوا واحد الرساله لهذاك لافيشور اللي كيعطينا الساعه. ملي طاحت علينا الفكره، حاولنا باش نديروا اقل امكانيات باش نصوبوا شي اكبر ساعه في العالم باش تكون معلمه لينا. فكرنا في مواد، اولا قلنا المواد الخشبيه، كيف كتشوفوا هاد الطابلو اللي كيحمل سبعه ديال المصابيح، ها هي.
هاد المصابيح اللي كنت ديرنا كيتسمى افيش وراسات سيغمون اللي كيعطينا جميع الارقام في جميع الاحوال. المهم هاد الساعه دابا كتخدم تقريبا هنايا تو هنا دقائق، وهنا الساعه، وهنا الثواني درناهم على شكل نجمات. وصلنا ديال هاد المرحله ديال اننا نصاوبوا هاد الهيكل هذا اللي كي مصنوع من ماده حتى هو خشبيه وطالع على شكل مذهب، باش على حسب باش درنا قياسات على حسب هاد المصابيح باش تعطينا سبعه مصابيح هنايا، سبعه كتعطينا الارقام. هاد الخانات خاصه بالدقائق، هاد الخانات وهاد الخانات اللي ورايا خاصه بالساعات. دابا حنا في هاد المرحله دابا يلاه غادي باش نبداو نديروا المونتاج ديال هاد المصابيح، باش التركيب ديالها اللي كيجيها دابا من عند هاد اسمو من عند المحرك ديال الساعه اللي كيجيه الرساله كتجي باش كتعطي الكهرباء لهاد المصابيح على حساب الدقائق. شهور اللي خدمنا العمل ديال الساعه اللي عندنا خدات لينا الوقت بزاف، ومهم حاولنا باش نختصروا الوقت لانه ولكن كانت صعوبه ديال الامكانيات وديال التعاون وهذا وتعاونوا معنا شي ناس الله يجازيهم بخير، ولحد الان دابا الحمد لله حنا كملناهم. عندي بزاف المشاريع باش نصاوبهم على حساب شي حوايج اخرين، شي مبتكرات اخرين. دابا راه غير كل هذاك، وكاين دابا لحد الان كاين واحد الشلال وكاين ذاك، راه غادي نمشي معاهم دابا راه غادي نصاوبهم، وكاين ان شاء الله حوايج اخرين غادي نديرهم باش ننظموا بهم ان شاء الله شي معرض الى صح الله. بالنسبه للشلال هو صوبت هذا كان نموذج مزيان، كنطمح باش نصوب شي ديكور عظيم كبير بزاف، يكون يعطي واحد المكان لهاد المنطقه ديال مدينه السماره، ويعطيها واحد النكهه سياحيه اللي غتجلب لينا بعض الناس وهذا باش نديرو. ولكن دابا لحد الان راه كنتسنى شي مسؤول ولا هذا يتبنى المشروع او هذا باش نتانا نخدم هاد البلاد، لان هاد البلاد حنا كنعيشو فيها وهذا وبلادنا كنبغوها احسن تكون احسن مرة. من غير الاختصاص ديالي اللي هو الميدان ديال الالكتروني، عندي بعض الاختصاصات وبعض الهوايات في المجال ديال الديكوراسيون، وبدا حاولت لان لو كانت دابا كانت بعض التدخلات من بعض المسؤولين او هذا يمكن نصوب شي شلال يكون كبير وفي ديكور اخر ويكون امكانات اخرين ان شاء الله في هاد المنطقه، نوظفوه كتراث في هاد المنطقه ان شاء الله. عندي بعض الاحلام كثيره،
ولكن الامكانيات اللي قليله. عندي مشاريع كبيره كتحتاج امكانيات وتمويل، تمويل اللي هو كيكون هذيك الاعمال. وراه كاينين ناس مبدعين اخرين اللي باغيين يتشاركوا، ولكن مازال الوقت راه جاي. كنفكر انا كنفكر باش ندير بها جوله، ندير جوله بهذيك الساعه ديالي باش يشوفوها الناس، ولكن كنحاول باش ندير فيها جوله ببعض المدارس ومعاهد هذا باش نشجع بعض التلاميذ وبعض الشباب على الابداع باش ما يمشوش لهوايات اخرى. اللهم هذه الهوايه كاينه، هذه الهوايه راه فيها ما يدار، وهذا رغم ان الناس قلال اللي كيتجهوا لهذه الهوايه، وهذه راها هوايه زعما كتنمي العقل وكتدي الوقت في حاجه مفيده من غير شي حوايج اخرين، من غير الضياع ديال الشباب او هذا ممكن. وكنحلم من ناسس شي ورشه نعلم فيها بعض الشباب او هذا باش يبكروا ويبعدوا الابداع، يدير شي ابداع اللي يكون هو مزيان. وراه كاينين الناس خاصهم غير يد المساعده ان شاء الله، وغادي يكونوا خير.